وزير الخارجية الأمريكي أشاد بدور السعودية والإمارات في اليمن. مايك بومبيو أكد في شهادته للكونغرس اتخاذهما لتدابير واضحة لحماية المدنيين. أوضح أنهما يتفاديان البنية التحتية خلال العمليات العسكرية في اليمن. مايك بومبيو أكد سعيهما لحل سياسي وسلمي في اليمن. أمريكا أكدت الإبقاء على دعمها اللوجستي للبلدين ضد الحوثيين. بومبيو أكد أن إنهاء أزمة اليمن أولوية للأمن القومي الأمريكي. أمريكا أعلنت دعمها للتحالف العربي لحين إبرام اتفاق سياسي. الشهادات الأمريكية لم تكن الدليل الأوحد على مجهودهما تجاه اليمن. حصلت الإمارات على المركز الأول عالميا كأكبر مانحة لليمن. الإمارات قدمت مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 13.8 مليار درهم، وتبوأت السعودية مكانة متقدمة بين المانحين للعمل الإنساني باليمن. السعودية تفتح 269 مشروعا إغاثيا وإنسانيا متنوعا لكافة أرجاء اليمن. بلغت قيمة دعمها المادية 11.15 مليار دولار خلال 3 سنوات.